أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تارك الصلاة تكاسلا أو تهاونا، هل تؤكل ذبيحته وهل هو كافر؟ هذا ينبني على الخلاف الذين حكموا بكفره. إذا تركها تكاسلا غير جاحد لوجوبها لا تحل ذبيحته، وهذا هو الصحيح، الأدلة على هذا. وأما من يرى أنه غير كافر فتحل ذبيحته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.